وعليكم السلام ربي يخليك لاباس فيها صافا الحمد لله يلا ان شاء الله تظل الابتسامه هذه على وجهك ان شاء الله يلا نسمعوا شويه يا رب العالمين يلا معيت يا قلبي يا ودي معيت ما خبي يا ودي معيت يا قلبي يا ودي معيت ما خبي يا وادي واليوم زاد حبي إليك يا وادي قلبي ما بغاش عوا وعيني مرداش قلبي ما بغاش ما بغاش عوا عيني مرضى شتسافني سفيان شو لك عندك خامة مليحة عندك عرب لا عندك مشكلة في النهايات تاع الجمل الموسيقية دائما ماكش تنهي في القرارات بشكل سليم وسور دو فو مام ما شايف ربما لي انا لاول تجربه وكذا انا عجبتني الخامه تاعك ربي يخليك انا نفسي نقول نعم والله فيه فيه شيء ممكن ان ان يوظف لاحقا السوفل تاعك لازم تشتغل السوفل راه عندك إن شاء الله. مسافه نفسيه قليله جدا ان شاء الله اذا تعدنا نعطوك امكانيه تعدنا يعني باللي تخدم اكثر يعني. ان شاء الله شويه بشويه بشويه اليوم غدوه من جهتي نقول ممكن فرصه للنصف النهائي استاذ بالفلونيه والله واش نقول لك انا انا مانيش متفق مع مع اصحابي نقول لا مازال شويه لان رئيس لجنة عنده كلمه الفصل راح تكون لك فرصه برا قادمة ان شاء الله زيد طور نفسك نتحدث معك يا قلبي انت هو سلطان الذات حلفتك بنبي العربي راك قهرتني وبركات نتحدث معك يا قلبي انت هو سلطان الذات حلفتك بيني بالعربي راك قهرتني وبركات جيت وسط الصدر مخبي كنت جيت برا لو كان فرات نديرك تزضام في جيبي نصرف بعقلي لوالات بعقلي يا قلبي تحددت معك وفرات في خامة ويظهر لي بشويه سقم تقدري توصلي انا نقول نعم شكرا يبقى راي الجماعه سي نادير نقول مازال بزاف عمل باش تقدري تكون صوت متكامل مازال لا م. وانا نقول لا لانك ماشي واجده مازال ظلمتيني واستحملتك غبنتيني يا نجامي غبنتك كثر من قلبي كثر من حبي شغادي تدي ما بزاف بارك الله فيك آه الله. تفضل يعطيك الصحة هو بعت اليك اخبار واخبار صبرت عليك ودقت مرار وبعت إليك أخبار وأخبار أترك نسيتني مع الأيام ورضيت فوتني على الألام نسيتني مع الأيام ورضيت فوتني على الألام ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب جواب جواب, جواب. <applause> شكرا رميسه واش رايك سي رميسه انت عندك تجربه سابقه وسامعين صوتك من قبل اليوم اديتي نقول انا مش بقدرات كامله ولكن ما يجب ان يكون باش تتاهلي انا نقول نعم بكل بساطه يعني شكرا <applause> والله فيه احساس فيه حضور فيه خامه صوت ممكن لكن اشتغلي احسن هكذا باش تدخلي المدرسه ان شاء الله يلا مبروك بس... واش نقول لك انا نعطيكم فرصه واحده اخرى ان شاء الله ان شاء الله باش تروحي النهائي شاء الله. ولكن ما يعنيش بلي راكي 100% متيقنه و ان شاء الله مبروك عليك و ناسي. بل... شكرا يا ريت لقيت لي خبرها شصرالي على خاطرها من عشقها مرت انايا شفت الموت بين عينيا يا ريت لقيت لي خبرها شسرى لي على خاطرها من عشقها مرت انايا وشفت الموت بين عينيا واللي بغيتها ماشي هي الوالدية يا الوالدية يا الوالدي يا القدر شكرا ايد المرسم عيد لي ما كان وين المر واللي هنا ايد المرسم زاد لي تشيطان في كان والريم تلاقينا آه يا نديتك بحدي اللي سيان بك وشبق من واجبنا يوم من عهدك مريت بعيان

ولكن اللي قلت لك لازم تتنوع في يكون عندك ريبرتوار واسع ان شاء الله ما واحد. تبقاش غير في المليح الراي نتاعنا ولكن مع العالميه ومع الناس تغني كل شيء دوك تغني اون اون فرونسي تغني العربي ماشي. تغني الشعب كيف ايه طبعا ومبروك عليك واش نقول لك, شكرا لك شكرا للنهائي راحت وشو بيضل غير الهم من بعد ما يروح الفرح والعيد أو ويسافر الزهر الخلق للشم ويصير كل العمر عني بعيد راحت وشو بيضل غير الهم أمان 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 أمان, أمان. أمان فابو على يا صاحب العقل يا عرف القول مهدي نسمع حاجه فيها ايقاع الان حاجه فيها رتم اي اغنيه اخرى المقرن الزم صح ما حافظها بزاف معليش المقطع الاول يشوف انت دوك الا ماشي حافظها مليح كيفاش راح تفوت بها كونكور كيما هذا ها ما تروحش مال ح... راك تقول مانيش حافظها مليح انا كي تقول لي هكذا نقول لك لا فاهم وماشي مساله حفاظها مساله انك عندك ريبرتوار ديجا ولا ما عندكش اللي يغني عنده ريبيرتوار عريض يعني سامع اشياء ولا لا سامع دوك انت راك حير واش تغني لا سامع مشاو لا تو. ما تخافش ما تخافش ما لا نستناوك حتى يروح لك لو ستريس العام الجاي ورجع داكور معليش ياك مازالك صغير تفضل <تس experiencedURE> لا ترواجي ما تجربتها قبل صحابي بلا انترنت على موبيليس حاجه ما تخفى لي عادي اربعه واش نزيدو نحوسوا اليوم جوجل لي جو لك هبل بوكاز او انتو ولا ولعبوا ليه ليه انا وي برك واش كمان ما كاش من روحك راك شايفهم كاع وزوج مرات الله شوفهم مع الاحبابك على بالك اي والله زيدني زدني محبابك احبابك ماشي كاع وقتك واليوم بعد راك تلقاني مكونيكتي مع عروض الدفع المسبق 3G بلس بلس لموبيليس يتصلوا بالانترنت بكل حرية وحتى 15 جونفي يستفيدوا من 50% تخفيض <تكلم> هذا وين راح نشوف لا فيديو براحتي عند بالك تشوف وحدك لكن انا كامل بلا <تكلم> 3 3G بلس بلس لموبيليس كل شيء راح يتبدل علاش تلوموني علاش تلوموني علاش تلوموني قلبي بغاها اه وكرهتوني اه وكرهتوني وكرهتوني على جلها ما نقدر شي ما نقدر شي ما نقدر شي نحول حب الأول آه يا ربي ولا لا 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 وش رايك نجيب والله استاذ بالفروني انا محمد سالم التجربه الثانيه المفروض يستفيد من من المدرسه السابقه يعني من مشوار وفرصه الماضيه اول شيء يعني بامانه انت كسول شويه في في الشغل غنائيا يعني دليل على انه المقاطع قصيره والا ما كانش نبدأ الجهد ان شاء الله تبذل الجهود ان شاء الله باذن الله يلا انا نقول ممكن سي <applause> اسماعيل <applause> شوف اذكر الاستاذ أذكر نجيب نقطه مهمه جدا قضيه الكسل في الشغل وفي العمل حفظ الاعمال والمتابعه الانسان الفنان لازم يعيش مع الفن دونك احنا قياسا بصوتك وما اديتو انا راح نقول نعم اوكي لكن كل كل الكلام اللي قالته اللجنه لازم تاخذوا بعين الاعتبار لانه مهم ان شاء الله يلا نعطوك فرصه ولو فيها مازال بعض النقائص ونعطوك فرصه ومنين سعدي خايني دير كيما تبغي ديركي ما تبغي وربي اللي عطاك ربي اللي عطاك قول علاش ربي اللي عطاك ما تدوم ما تدوم الشدة لبدا بنسلك لبدا لبدا بنسلك لبدا بنسلك, بنسلك, بنسلك انت كلك خوف يعني تراك وخوف وكيفاش راح تغني؟ ها؟ وحنا التراك هذا نحسبوه ستادير واحد اللي عنده التراك والخوف ما يغنيش فهمتي كيفاش يوم ليك ويوم عليك مش كل يومك يوم ليك ويوم عليك والليلة دا هواك يوم ده أنت قالك يوم تنسى فيه النوم أه لو تقول مظلوم حقول لك يوم ده يوم يوم لك ويوم عليك مش كل يوم معك يوم لك ويوم عليك والليلة ده هواك الله شهيد شفت منك قد ايه والله شهيد قلبي حبك قد ايه والله شهيد من ظالم ومن مظلوم الله شهيد شفت منك قد ايه قلبي حبك قد ايه من ظالم ومن مظلوم يوم ده انت جالك يوم تنسى فيه النوم اه لو تقول مظلوم هقول لك يوم ده جالك يوم يوم لك ويوم يوم عليك, عليك وش تغني باحساس كاينه حاجه طاقه داخليه راها تخرج ولكن في الجزائري لازم لانك رايحه المدرسه الجزائريه وانا ما عنديش يعني قلت لك يعني في الجزائري لازم انا راح نقول نعم واه هي اللي سمعتي شرق هي مستعده لهذاك النمط هذاك ممكن واه ولكن الزاد نتاعك لا يكفي واذا تشتغل اكثر تعدينا نقول لك نعم ان شاء الله هو استاذ بالفروني يشوف يعطي القرار النهائي ان شاء الله على جال الصوت تاعك والروح اللي غديتي بها ذكرى ولا آه لا جوستيس نمدلك الله برافو عليك مبروك الله يسلمك بارك فيك قلبي لا يتفكر غربان رحاله تاريخ افريقيا الشمالي كيفاش كانوا ما خيال حصرى قدازيد بطالي انجوع ودائرة الشلاله انجوع ورحل وزلائب موالي وعلى اطراف المرحول والواله ساعه ساعه الفات ومشالي شوف انا نقول لك نعم على ادائك ما تعلقش ونعلق على اختيارك هالطبقه الصوتيه ما تجازفش دائما ذكر عندك خبره دوك كون جيت لي اول مره ما نقولها لكش ما ندير لك ملاحظه ولكن المره الثالثه لازم ندير لك ملاحظه اخترت طبقه صوتيه اللي ساعدك تقدر تعبر فيها انت عندك امكانيات بارك الله وهاك تعبر مليح والعوره بتاعك حلوين ومحب للفن اكيد بذلت مجهود انما موفق هذه المره ان شاء الله سي مروان فيه خامه فيه ماده اوليه وين نشوف السن ما شاء الله راك عتبت يعني تعتبر اخر فرصه هذه مانيش عارف ما استفدتش من التجارب السابقه ربما والمشكله انك تحاول انك تلعب دور الاوركسترا كلها بصوتك وهذا ما يمكنش احيانا هذا يعني يخل بصوتك ويخل من قدراتك واش نقول لك بسبب كما قلت السن وكذا نقول لك نعطيك فرصه ولكن دافع على فرصك في النهائي ان شاء الله ان شاء الله كلمه للسيد وانا واش نقول رحت ديجا للنهائي ما زالك مخصوص تحب توري كل واش عندك من تقنيات وتحب توري لنا بلي تطلع في الصوت وتهبط آه ماشي الحاجه اللي نحوسوا عليها احنا نحوسوا واحد يغني يطلع ولا يهبط ما يهمناش الواحد اللي يوصل الاحساس ليموسيون للبيبليك هذا اللي نحوسوا عليه آه كان صوت كبير ولا صغير اصوات صغيره ديفوا ندوها بس كتوصل آه. لو ميساج ايموشنيل سادير توصل الاحساس للناس آه. الصوت هو غير وسيله اللي يوصلوا به الاحساس هذا ما كان كان كبير صغير ولا ما يهمش فاهم كيفاش نزيدو نعطوك فرصه يعني جوجست ونشوفوا واش دير في فينال داكور ان شاء الله ها آه يا صح مبروك عليك لا. حبيبي حبيبي اه حبيبي لقد فنيت روحي عليك صبابة فما أنت يا روح العزيزة سامع وغيرك إن وافق فما أنا نظير إليه وغيرك إن وافق فما أنا نادر إليه وإن ندى فما أنا سامع فما أنا سامع حبيبي يعطيك الصحة أديت مليح بإحساس بصوت وعلاش ما نعطوكش فرصه نعطوك فرصه ها أه؟ مبروك عليك خاف الله يهديك الله يا بابا ما ترحمنيش وعلاش ماني طالب منك لا مال طالب وجهك تشفه العين وتراه تعيش لي تعيش لي يا بابا تعيش لي تعيش لي يا بابا تعيش لي تعيش لي يا بابا, بابا ونرد خير تعبك عطفك ورضاك ونرد خير تعبك عطفك ورضاك شكرا, شكراً سامي <applause> انا لا اظن انه هذه المره يقدر يروح <applause> والله في خامة، فيه شيء ممكن، فيه رغبة، أكثر شيء فيه رغبة، أنا على جال الرغبة تاعك والآخر تاعك نصف النهائي ممكن، لكن دافع على نفسك. إن شاء الله. لكن مازال خطوات القدام، هذا شاء الله تقديري الخاص. إن واش نقول لك يا سامي؟ أنت جيتنا العام اللي فات، أيوا. ورحت لافينال، داكور؟ راح سيدي نقول نزيد نعطيك فرصة هذه الخطرة. إن شاء الله ولكن لازم تحضر روحك، أنا يعني نقول لك راك ما تحكمش في الصوت تاعك كيما لازم. ####داكورد هاي مبروك عليك... <applause>